السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا طلبة؟ أهلا وسهلا بكم في أكاديمية العطاء الطبية. طبعا أنا اسمي محمد عبد سبهان، خريج كلية الطب جامعة القادسية. مبدئيا أنا عندي أهم شيء صراحة هو فهم المادة، لذلك أريد أقولكم كم نوت قبل لا أنه رأسا أشفت بالشرح وشي، أو أريد الكل يركز بالذات ويا هالنوت. أول 3 سنوات هي تعرف بالبيسك، وآخر 3 سنوات الكلينيكال. بالبيسك عادة تتقيد بالمحاضرة، بالبيسك 3/4 الأسئلة ممكن أن تكون نصا، بالبيسك الـMCQ حتى يكون نصا. أوكي، هذا مو استهزاء بالبيسك، ولكن هو البيسك يبقى بيسك. شون أنه الدكتور ما يقدر يطلع خارج المحاضرة، لأن مثلا بايو كيمستري أو فيزياء أو غيره، البايو مثلا يقول لك الطالب ما يقرأها بالمصدر، لأن إذا يجي يقرأها بالمصدر راح يشوفها ما شاء الله واو ضخمة واسعة وما يقدر يفهمها، فيقول لك ابقى متقيد باللي انا انطيت اياه بالمحاضره، لانه بعده يعتبر بيسك. الكلينيكال السريري انه شنو؟ انه انت راح تاخذ الامراض، الامراض مال الاطفال ومال النسائيه ومال الباطنيه ومال الجراحه، كل مرض شنو اسبابه، شنو علاجه، شنو تشخيصه، شلون تمنعه، مو صحيح؟ فاكيد هذا المرض تشوف انه شلون، مثل ما نقول انه نيتك هي فهمه، صح لو لا؟ لأنه راح تجيك هنا الأسئلة على شكل كيس، على شكل حالة طبية. أغلب الأسئلة يعني ما جاي أقول لك إنه ما يجيبون من المحاضرة، لا يجيبون من المحاضرة، بس الأغلبية نظريا وعمليا تجي الأسئلة على شكل كيس. زائد إنه أنت تقرأ عمود ضميرك باكر، عقبة من يجي بيشنت ما راح يجيك يقول لك دكتور أنا عندي ألم بالمحاضرة رقم 20، لا راح يجي يقول لك إنه أنا عندي pain، بس من تاخذ منه هيستوري مضبوط على اكزامينيشن مضبوط راح توصل للدياجنوستس ويا الانفستيجيشن. اذا بهاي الحاله شنو انت منه وجا راح تتعامل ويا كيسز، فكل محاضره هي راح نعتبرها كيس، لان المحاضره هنا ما بيها شرح مال اساسيات، وانما بيها شرح ديزيز. هاي فمو استهزاء بالبيسك، لا البيسك عظيم، لكن مثل ما قلنا انه انت جاي تصنع درجاتك الخاصه بيك. اما الكلينيكال انه انت تعاملك ويا البيشنت، فهي الرابع والخامس والسادس هيك كله سريري كلينيكال. وصلت سؤال في المستشفى، يعني دروب المستشفى. طيب ما شاء الله. شغله اخرى، انا عن نفسي من اشرح كل سلايد بكل تفصيل واربطه بكيس، لذلك نصيحه بيكم وما بيكم تقرون المحاضره والنوتس اللي أنا كاتبها، لأن هاي النوتس أنا كاتبها متعمد لأنه أعرف شنو ممكن يجي، زائد ركز وياي بالشرح. تمام، نتوكل إن شاء الله، نتوكل هسه إن شاء الله ونبلش. بالنسبة لكل سيستم دائما بالجراحة يأخذون الإنجريز، لأن الإنجريز كلش مهمة بسبب الحوادث. إنجري للهيد تأخذوا بالعصبية، إنجري للثوراكس تأخذوا بالصدرية، انجري للابدومن، انجري للكدني، كسور همين. فهسه راح ناخذ هنا اللي هو اول محاضره فيما يخص اليورو سيرجري، اللي هو انجري لليورينري تراكتس. وراح نبلش هنا اولا بالنسبه للانجري للكدني. شلون يصير هنا اللي هو عندك الضربه للكدني؟ بحالتين. النوع الاول اللي هو بالنسبه للبلانت تروما. البلانت تروما يعني الضربه واسعه، الضربه اللي هي واسعه نقطة السقوط نقول عليها، مثل الفول فروم هايت والار تي اي. فول فروم هايت السقوط من المرتفعات، والار تي اي اللي هو بالنسبة للحوادث. هاي شنو يعني؟ اني من هسه يقول يا عم محمد شنو يعني قصدي واسعة السقوط؟ واسعة السقوط اقصد انه يعني بمعنى يصير الدمج بيها هواية، يعني سمني يصير حادث معقولة راح تتضرر بس كليته؟ لو ممكن تتضرر مثلا حتى ممكن الطحال سبلين، ممكن اللي هو الربس، ممكن حتى الهيد انضرب ايضا، ثوراسك ممكن ويا تروما، مو صحيح؟ فالبلانت تروما شلون تقول ضربه واسعه، وهو الموست كمان، شوف مكتوب 80% من يجيك بالام سي كيو هو الموست كمان كوز. اي السبب الثاني اللي هو البينيتريتنج تروما. بينيتريتنج تروما يعني ضربه محدده، يعني امنيشنه على الكدني، مثل ايش؟ سكينه، نايف انجري، الطلقه بولت انجري، وحتى البوكسي، حتى البوكسي هاي نقول عليها الدايركت تروما، يعني فيسموها البينيتريتنج تروما نسبة 20%. طبعا هسه من يجي واحد يسال يقول دكتور يا ابريه كان حس وحده، اقول له البينيتريتنج، لان البينيتريتنج نسبة اختراقها للكدني والدمج للكدني يكون عالي، بس الحادث ممكن يكون ضرب الكدني هيك بالضرب كشيء بسيط، او مجرد صار بها ارتجاج. وصلت الفكره؟ ولذلك 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 خليت لك نوت كلش حلوه، من يجيك واحد بالطوارئ
صاير عنده penetrating injury للفلانك الخاصرته، لازم أول شيء تفكر بالرينال injury لحد ما يتم استبعاده. Any penetrating injury to the flank should be regarded لازم تعتبره as renal injury until proof otherwise، لحد ما تتأكد أنه ما صاير عنده renal injury حتى تقول عبرنا مرحلة الخطر. النوع الثالث من الانجري وهذا ما يدعى بالديسيليريشن انجري. ديسيليريشن انجري يقول لك دكتور كنت تمشي 120 بالسياره فجاه اصطدمت بشجره او بالسياره اللي قدامي او دست بريك قوي، اذا تحول السرعه من 120 الى صفر وهذا ما الهبوط المفاجئ في السرعه وهذا ما يسمى بالديسيليريشن انجري. طيب اما بالنسبه للباثولوجي هذا كشيء بسيط، يعني يقول لك انه شنو اختصرت لكم اياه بسؤال what are the events that occur in renal injury، يعني من الكلى انضربت شنو ممكن يصير، لازم نفهم. اذا كانت ضربه بسيطه يعني minor فيصير عنده contusion مجرد ارتجاج بها، ممكن يصير هيماتوما تحصر دم، ممكن يصير بها بروزينج، هسه راح نجي نشوف البروزينج والإيكيموسيس لانه ممكن يطلع دم يتراكم تحت الجلد يصير اللي هو اثار الكدمه، هاي هنا اثار الكدمه بالفلانك زين، وممكن لاسريشن تشققات بسيطه. لكن اذا ميجر تروما اذا ضربه قويه مثلا بينتريتنج مو صحيح، فهذا يصير عنده هنا كورتيكومدولاري لاسريشن تشققات بالكورتكس وبالمدله، يعني الكلى تشققت. هسه يجي واحد يقول محمد يعني اذا الكلى شققت اليورين يطلع اوتسايد؟ نعم، فاليورين راح يطلع اوتسايد ذا كدني فيصير يورينري اكسترافازيشن. لذلك من ضمن العلامات والاعراض، شوف انا من هسه راح اربط لكم اياهن بالعلامات والاعراض، لذلك من ضمن الكلينيكال فيتشر انه ممكن يجي عند فلانك ماس. فلا يجي واحد منين يقول له مصدر الفلانك ماس بسبب اليورين وممكن حتى الهيماتوما. طيب vascular injury شنو يعني vascular injury؟ vascular injury احتمال مو بس كليته تنضرب، الرينال فيزلز ايضا ممكن انه تنضرب، هاي لا تنسى ممكن الفيزلز ممكن البيدايكل يصير بها افولشن، اها يصير بها افولشن تنشق يعني شنو شاو عادي ليش ما يصير يعني. اذا نجي هسه هنا هذا بالنسبه للكدني، يعني بالنسبه للكدني باع ستيج 5، شوفوا ستيج 5، ستيج 5 بالكدني اللي ممكن يصير هنا vascular injury، شوف وهذا خطيه ابو الفاسكولار انجري شي يجي، هذا يجيك شوك هايبوتنشن تاكيكارديا زين، جايك شوك جايك فاقد وعيه لانه فاقد دم هوايه. شوف اذا الماينر والميجر والفاسكولار، هاي الليتر اللي نفسها نقدر نعتبرها كومبليكيشن، الاحداث اللي تصير ما بعد التروما لفتره طويله نقدر نعتبرها كومبليكيشن وراح نناقشها اساسا بكومبليكيشن، بس هي ممكن يصير عنده ارتفاع بالضغط هايدرونيفروسيس الكلى ممكن تنفخ، ممكن يصير عنده ارتيريو فينوس فيستولا، يورينوما يظل يحصر الدرار اوتسايد ذا كيدني زين، وحتى عرضه للانفكشن بيلونفرايتس. هسه نجي هنا للكلينيكال فيتشرز، الكلينيكال فيتشرز يابا مكتوبه هنا أنا. اولا هيماتوريا ادرار دم هي كلش مهمه، هي تعتبر ذا كاردينال ساين فور انجري، واضح؟ وهسه راح اناقشهم وحده وحده، الالم منطقة التروما شوك إيكيموسيس لور ريب ممكن جاي عندك كسر باللور ريب اكيوت ابدومن بطنه تماما توجع كلها ومن تجي تسوي الاكزامينيشن تلقى عنده تندرنس ان اول اوف ذا ابدومن اول اوفر ذا ابدومن وماس اتفقنا عليه. ارتب لكم اياها على شكل كيس، صار واحد اسمه احمد عمره 20 سنه جايبي لك اياه للطوارئ حادث وبسرعه الناس تتراكض زين، هذا جايبي لك اياه حادث RTA. اوكي انت تعرف هنا أنا مبدئيا حتى شايفينها بالمسلسلات الطبيه او الار تي اي لازم يتشيكون اللي هنا اللي هو بالنسبه للاي بي سي، اها يا بشن الاي بي سي اللي هي ايرويز وبريدنج وسيركيليشن، يتشيكون الايرويز مالته واذا يحتاج يشدوا له بحلقه اندوتراكيال تيوب او لا، في نفس الوقت اللي هو يشوفون البريدنج يشوفون صدره خاف مضروب صدره نيوموثوركس او هيموثوركس لان هذني بمثابه الاولويه هذني قاتلات اذا صارن، اها وصلنا الى مرحله اللي هو السي السيركوليشن. انت دكتور وهذا حادث شو تسوي؟ تشيك البلس مالته، تشيكت البلس ايش لقيت؟ لقيت عنده تكيكارديا، تشيكت البلد برجر لقيت عنده هايبوتنشن، اذا عنده ارتفاع بالبلس ريت وعند نقصان بالبلد برجر، عنده نقصان بالبلد برجر وهو مستوى الوعي مالته شلون مثل ما نقول له الجي سي اس سكور مالته له، او حتى نقول نفضل الوضعيه انه جاي انكونشيس دايخ، من لقيته دايخ
وهبوط بالضغط وارتفاع بالبلس ريت. ايش خليت ببالي؟ هذا عنده نزف، هذا عنده هايبوفوليميك شوك، خصوصا انه حادث. النزف ممكن يكون خارجي واشوفه، وممكن داخلي. فواحد من اسباب النزف الداخلي اللي هو هذا. شوف شلون هسه فسرت لكم كلمه شوك، عرفنا شلون يجي شوك. طيب ممكن مو شرط انه يجيك شوك، اي مو شرط انه هذا ستيج 5، ممكن ما واصل الانجري للفيزل، يجيك بيشنت حادث بس هو زين، مستوى الوعي مالته زين، بس جاي شي يصيح دكتور بطني كلش تاذيني، وين ما انت جيت بعد ما شلون نقول بعد ما سيطرت على الحاله وشفت ما عنده منا ومنا الثوراسك والهيد والماوث، انه بجيت سويت له اللي هو اكزامينيشن عادي للابدومن. فمن سويت الاكزامينيشن تلمست الابدومن بالبيشن، بطنه كلها توجعه، وين ما تحط ايدك على بطنه صح خخخ اذيتني اذيتني. اذا بهاي الحاله شنو يسموها؟ اكيوت ابدومن وعنده بين. هذا نفس البيشنت من فحصته احمد خطيه ابو الحادث، قلت له يابا ايش بيها خاصرتك اليمنى؟ دكتور تاذيني وكارثه ومنقسته فعلا تاذي. سويت انسبكشن يعني مجرد نظر الخاصرته اليمنى بعد ما سوينا اللي هو ازاله للدريسنج، ازاله ملابسه، فش لقيت؟ لقيت اكو فلانك اكيموسيس. هاي هي هنا اثار اللي هو البلود اندر ذا سكن، اها يسموه بليدنج مانيفستيشن، هاي علامات مال بليدنج. فهاي شيء يسموه اكيموسيس، فلانك اكيموسيس. هاي ايضا تخليني افكر بالرينال انجري زين. وممكن مثل ما قلنا بالاكزامينيشن اتفحص احس اكو ماس بالفلانك، تبقى العلامه المميزه الكاردينال. هذا من هو متمدد حادث، احنا مو لازم ناخذ عينه ادرار وعينه دم عمود الفحوصات. من اقولهم يابا يلا بسرعه عينه ادرار ودزوا لي اياه تحليل، من سحبوا عينه ادرار واذا لقينا الاتي، ان البيشنت عنده هيماتوريا، البيشنت عنده ادرار دم. هذا ادرار دم ممكن يبين مرات على شكل تي، ممكن يبين ادرار دم احمر صافي، ممكن شويه دم قليل، المهم هيماتوريا. طبعا الهيماتوريا سيجي واحد يقول محمد شلون تلقاها؟ هم راح اطببكم اياها بالتفاصيل ولو هي ما لها علاقه بالمحاضره، بس يعني هيماتوريا بألف درب ممكن تحصلها اثناء الادرار، اثناء سوري التحليل ممكن تلقفها. ممكن من هو المريض متمدد امكانيكي ليورين باك، هذا تشيس مال الادرار حتى يدرر يجمع الادرار بالتشيس لانه ما يقدر يدرر، مو صحيح؟ فممكن بهذا الكيس تلاحظ امتلاء بدم. وممكن هو يجيك نفسه يقول لك دكتور مثلا بوكسي امس والله ملاكمه ما شنو ايا كان، يقول لك والله يا دكتور انضربت بوكسي، انضربت ما ادري شنو كذا امس، يعني شلون نقول صارت عده تروما بينتريتنج وعداها، لعت هسه ايش بيك جايني للطوارئ؟ دكتور جاي يدرر دم. فدوره هو يجيك يقول لك انا جاي يدرر دم، ودوارته تلقفها من تسوي الانفستيجيشن، من تريد تطلب تحليل الادرار. اذا شفتوا هسه شلون ربطنا؟ زين راح تقولون محمد شنو هاي كلمه not correlate to the severity of injury؟ شوفوا العلامه المميزه واللي تفيدني جدا مهمه في كيس الحادث اللي تخليني اقول هذا urinary tract injury هي الهيماتوريا، لكن كميتها ما تحدد للسيفيريتي، كميتها ما تحدد سيفيريتي، سواء كانت الكميه قليله او الكميه عاليه، البلد اليورين سابح ببلد او بقطرات بلد قليله ما لها علاقه بالسيفيريتي، ما اقدر اقول هاي مايلد هاي مودريت هاي سيفير. فكميه الادرار الاحمر ما لها علاقه بالسيفيريتي، بس هو يفيدك يقول لك يا البيشنت عنده يورينري تراكت انجري، فهي تعتبر الكاردينال ساين. فهذا خاف يجي ام سي كيو، مو يجي واحد يقول لي شوك، الف سبب للنزف الداخلي، الف سبب للايكيموسيس، الف سبب للاكيوت ابدومن، اي انجري يصير بالاورجن بالابدومن كل هاي الاعراض يطيها البين والشوك والاكيوت ابدومن، مو صحيح؟ بس العلامه الزبده هي الهيماتوريا. هسا هذا خطيه احمد من اجى عنده هيماتوريا، اكيد احنا راح نطلب له اللي هو جنرال يورين كانفستيجيشن. اول انفستيجيشن يخطر ببالي هو شنو؟ تحليل الادرار الشامل مثل ما قلنا من ساعه. اذا شنو؟ جنرال يورين اكزام. هسا يجي واحد يقول محمد بيش يفيد الجنرال يورين اكزام؟ مو انت راح تستلم ورقه مال ادرار، انت هسه هنا راح تستلم هيك ورقه مال ادرار مكتوب بها ار بي سي بلس 1 2 او كلاس، معناته شنو؟ اذا البيشنت فعلا عنده هيماتوريا. ادوار اكو كيسز، ادوار اكو كيسز الهيماتوريا ما تشوفها بعينك، يعني لون الادرار ما تغير وتشوفها بس بالتحليل بوزيتيف، فيسموها مايكروسكوبيك هيماتوريا. بس لا، الهيماتوريا اللي سببت لك تغيير بلون الادرار يسموها ماكروسكوبيك،
هيك الفكرة. أي نعم. إذا أنت عندك هو شنو تعريف الهيماتوريا؟ تواجد الار بي سي في اليورين. فهو تعريف خاطئ مال انه تقول لي الادرار صار احمر، خطأ، لانه مو شرط ظاهريا. تعريف الهيماتوريا presence of ار بي سي ان ذا يورين، تواجد خلايا دم حمر بالادرار. اذا بين قدام عينك الادرار احمر صار ماكروسكوبيك هيماتوريا، اذا ما بين قدام عينك بس بالتحليل طلع بلاس يسموها مايكروسكوبيك هيماتوريا. اذا هذا الانفستيجيشن اول. الانفستيجيشن الثاني هنا اللي هو عندك الزبدة، خاف يجيب الام سي كيو، الستاندرد الدياجنوستيك، الانفستيجيشن اللي راح يعطيك التشخيص النهائي والزبدة، يا هو اللي هو السي تي سكان، اللي هو السي تي سكان المفراز. هذا المفراز يسموه، اذا خاف يجيب الام سي كيو، الدياجنوستيك انفستيجيشن هو السي تي سكان. زين هذا السي تي سكان يقول لك انهانسد، كلمة انهانسد شنو يعني انهانسد؟ نحقن البيشنت بكونتراست مادة عمود تطة صبغة للكلى واجا اخذ له مفراز فيسموه انهانسد سي تي. فهذا خطية احمد من اخذت له مفراز انطيته كونتراست، سويت له كونتراست، انطيته كونتراست وسويت له مفراز، فجاي يشوف انه الرايت كدني صارت بيضة بس الليفت كدني ما اجاها الكونتراست، معناته ما امتصت الكونتراست، معناته البيشنت عنده ليفت رينال انجري. نفس هذا مثلا احمد انطيته كونتراست وسويت له سي تي سكان، من سويت له مفراز بعد ما انطيته الكونتراست عن طريق السيركوليشن لقيت الرايت كدني وايت هايبر دنس، بس الليفت كدني اكو بيها مناطق هايبر دنس، معناته صاير لاسريشن تشققات. شوف هاي هي الفكره. اذا الدياجنوستيك هو السي تي سكان، هاي افتهمناها. زين شنو هذا الانترافينوس بايلوغرافي؟ هذا الانترافينوس بايلوغرافي شوفوا هاي هنا الصوره وياي، يتم حقن البيشنت عن طريق الدم، يتم حقنه بداي، الداي اللي هي صبغه. من يحقنون المريض بصبغه ياخذوا له اكس راي على عده فترات زمنيه، باول 5 دقائق وباول 10 و15 و20 دقيقه، حتى شنو؟ حتى هذا الكونتراست رح يبين لك اليورينري تراكت أبيض من تاخذ لأشعة، يعني يلون لك اليورينري تراكت بأبيض. فرح يجي واحد يقول لعد محمد ليش ناخذه هيك على هيك أوقات؟ مو بأول 5 دقائق يوصل للكلى، العشر دقائق يابا وصل لليوريتر، 15 إلى 20 دقيقة هنا وصل لك للبلدر. فهاي هي الفكرة. فهيك هنا نشوف هذا من انطيته كونتراست وأخذت له صورة أشعة أكس راي عادية، لقيت اليورينري تري شوف شلون صاير ابيض، باوع شوف الكاليسس، شوف اليوريتر ابيض، شوف المثانه شلون بيضه، هذا كله هو الكونتراست، هاي الصبغه اللي انا حقنتها للمريض. فهي هاي الفكره، اعتقد هسه واضح كل من يستنتج شنو ممكن يفيد. يفيد هذا بالستون، يفيد هذا ذا اي انسداد، يفيد اذا اكو مرات انومالي تشوهات تقدر تبين، اذا بروبلم بالبلدر، بروبلم باليوريتر، ايضا تو ذا كيدني تقدر انه تبين بالانترافينوس بايلوغرافي، مو صحيح؟ فهذا يسموه الانترافينوس بايلوغرافي. بس هذا الانترافينوس بايلوغرافي مو كل شيء يوضح لك الكلى، هو يوضح لك الكاليسس اللي بيها، مو صحيح؟ لذلك مو كلش انا الجأ له للرينال انجري. فشوف هنا ايش مكتوب، مكتوب يعني الى انديكيشن، الى حالات، اذا هو مو دايجنوستيك. عن الانفستيجيشن اللي هو يعتبر دياجنوستيك بالنسبة للرينال انجري شو اتفقنا؟ السي تي سكان المفراز. طيب هذا شنو انديكيشن؟ الى انديكيشن. اذا اجى واحد عنده ماكروسكوبيك هيماتوريا، مايكروسكوبيك هيماتوريا بس جاي شوك وشايلد وشاك عنده فاسكولار انجري، اوكي او لا؟ اوكي. واكو نقطة انا ضفت لكم اياها وهي كلش مهمة، هذا خطية احمد عنده مثلا ستيج 5 وياي رابطين وياي ان شاء الله، عنده ستيج 5. ستيج 5 رينال انجري تضطر ان تسوي له نفركتومي، ازاله للكلى. زين اذا انت سويت له ازاله للكلى بس انت ما تاكدت الكلى اليمنى مالته تشتغل او لا، موجوده او لا، خاف بيها انومالي، خاف بيها تشوهات، وهو ما يدري عاده شنو يعني، لان الرينال انوماليز ممكن البرزنتيشن مالتها تكون اسمتوماتيك بدون علامات واعراض، جوزك واحد عنده رينال انومالي هو ما يدري، هاي الفكره. فلذلك لذلك لذلك قبل لا تقرر تسوي نفركتومي لاي شخص لازم تسوي الانترافينوس بايلوغرافي حتى تشوف الفانكشن اوف ذا بوث كيدنيز،
يعني انت الرايت الليفت كدني مالته فتعمل تريد تزيلها، يقدر روح شوف الرايت كدني من تحقنا بانترا فينوس بايلوغرافي المفروض هيك تظهر بالطبيعي هيك. شنو المو طبيعي؟ الاب نورمال. الاب نورمال انه ذا الكونتراست ما وصل، الكونتراست باقي بس بالكلى، ما بين لك بالبلادر، ما بين لك اليوريتر ولا البلادر. سوري. هذا نانا اللي هو بالنسبة للانترا فينوس بايلوغرافي. هذا نانا هو موضوع جدا 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 مهم، الا وهو شنو اللي هو الجريدنج. هذا حتى ممكن يجي السؤال اسي مباشر شرح، وهو what are the stages او الجريدز of renal injury. الستيج الاول، النوع الاول اللي هو مثل ما جاي نشوف هنا من الضربة، يصير عنده بس هيماتوما، تجمع الدم تحت الكبسول، فيسموها سب كابسولر هيماتوما. النوع الثاني يصير عند البيشنت سب كابسولر هيماتوما، واذا جاي تلاحظون اكو شق بسيط لاسريشن بس اقل من 1 سي ام، هذا جريد 2. جريد 3 سب كابسولر هيماتوما ولاسريشن اكثر من 1 سي ام لكن ما وصل للكاليسس، التشققات واصله للكاليسس، لا اذا نوت ريتشينج ذا كاليسس، هذا ستيج 3. ستيج 4 البيشنت عنده سب كابسولر هيماتوما وحتى يورينوما، ادرار بيها. ليش؟ ليش طلع الادرار خارج الكلى؟ لانه صار عنده لاسريشن اكثر من 1 سي ام ووصل للكاليسس، انفولفينج ذا كاليسس. الستيج القبله صارت تشققات بس ما وصلت للكاليسس، لكن ستيج 4 انه تشققات اللاسريشن وصلت للكاليسس. في حين ستيج 5 يسموه شترت كدني، الكلى المشققه. شنو يعني مشققه؟ يعني صار مالتيبل لاسريشنز، مالتيبل لاسريشن وصلت حتى للفيزل، وصلت لليوريتار، للبلفيس، للبلفيك كاليسس سيستم. هي هاي الفكره. وطبعا الهيماتوما واليورينوما راح تكون هنا اكبر، فيسموه شتر كدني. هاي خبره ويتكم اياها بالسي تي سكان اللي هو هنا بالنسبه للشتر كدني. هاي هنا شوفوا، شوف المالتيبل لاسريشنز، هاي هاي نفس الصوره اللي هو من باب التوضيح. الكومبليكيشن انا حكيتها هي نفسها بالباثولوجي، بالبدايه هيموريج يورينوما، بعدين هايبرتنشن، هيدرونفروسيس، ارتيريو فينوس فيستولاي، صار عنده ستون ممكن كالكولاس يعني ستون، بايلونفرايتس يعني التهابات يصير عنده بالكلى، وممكن حتى يصير نزف متاخر ليت هيموريج. طيب اما بالنسبه للتريتمنت، وهذا هو جدا 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 مهم. زين التريتمنت انا راح اوصل لكم اياه بطريقه حلوه. من يجيك واحد حادث بلانت تروما يصير تحير بالرينال انجري وتعوف في المشاكل الاخرى؟ لا، ولذلك انا من حكيت لكم من احمد اجى حادث اول شيء بيه من اهتمينا، اهتمينا بالايرويز، اهتمينا بالبريدنج مالته، اهتمينا بالسيركوليشن، مو صحيح؟ يعني هذا من يجيك عنده نزف داخلي، مو لازم تنطي اي في فلويد؟ مو لازم ننطي بلط؟ مو صحيح؟ مو لازم حتى اكون طول انتبايتكس لقدام عمود الانفكشن؟ ممكن مثلا يكون عنده ايضا اوبن انجري في الجرح مفتوح؟ اي. هذا مو لازم يتشيكون الاكسجين ساتوريشن؟ واذا تطلب الامر يحتاج اكسجين ماسك، اكسجين سبورت؟ اذا هذول كلهم شلون نقول؟ حبشكلات ما الطوارئ. فلذلك اولا هو عندك الامرجنسي تريتمنت، شوف اولا هو الامرجنسي تريتمنت. ليش؟ لان انت ما تتعامل ويا بيشنت محاضره، ما تتعامل ويا محاضره، انت تتعامل ويا بيشنت. هذا البيشنت يحتاج انه سيف لايف، لذلك بالحادث مو واحد وانما تيم كامل على البيشنت حتى يشيكون البريذنج والسيركوليشن. خاف صار عنده هيد تروما، يحتاج اي في فلويد، يحتاج بلاد، ايش قد بلاد يحتاج، يشيكون اليورين مالته. هاي هي الفكره. لذلك اولا هو الامرجنسي مانجمنت حتى سيف لايف، تبقى بعدين من استقرت الحاله تبدا تعالج الرينال انجري. بالنسبه للرينال انجري علاجه حسب التايب. شنو حسب التايب؟ يقول لك اذا كان بلانت تروما حادث، احنا مو قلنا الحادث ممكن ضربه الكلى تكون بسيطه مو سيفير، لذلك يحتاج ادمشن دخوليه المستشفى. هذا احمد سجلوا له دخوليه للمستشفى، هذا حتى يدخل للطابق، وبالطابق يراقبون الفايتال ساينس المفروض ماخذيها بالاكزامينيشن اللي هي البالس والاكسجين والبلد بريشر والتمبرتشر والريسبيراتوري ريت، فيسموه تشارت حتى يراقبون الفايتال ساينس. حتى اذا صار اي خربطه بالفايتال ساينس مثل ايش؟ السيستوليك لقيت اقل من 100، او البلس اكثر من 100، او الاتش بي اقل من 10، هذا يعتبر ان انديكيشن للبلد ترانزفيوجن، هذا يحتاج نقل دم.
وصلت الفكرة؟ وصلت. فيبقى تحت المراقبة وظل تطي IV fluid وظل تطي دم. إذن البلانت تروما معظم حالات العلاج هي مجرد كونسيرفاتيف. هسه راح تقول محمد شنو يعني كونسيرفاتيف؟ كونسيرفاتيف يعني مو عملية، كونسيرفاتيف يعني علاج دوائي. تكتفي بالاي في فلويد، تطي المغذيات، الدم، تراقب الفيتال ساينز، تعالج الانجريز الاخرى اللي صارت، بالتالي يسموه العلاج كونسيرفاتيف. لكن اذا ما تحسن، اذا ما صار ريسبونس، يعني شنو ما صار ريسبونس؟ يعني خطيه هذا احمد انطيناه دم وظل مستمر عند الهبوط، وطيناه بطل ثاني وظل مستمر عند الهبوط، وطيناه يونت اخرى يونت مال بلط وظل مستمر. هذا اكد لي انه عنده نزف داخلي، هذا لازم يدخل عمليه. اذا لما ما البيشنت ما يستجيب للكونسرفاتيف واحد، ثانيا اذا جاك هيمودايناميكلي انستابل يعني حالته غير مستقره، جايك فاقد وعيه وجايك شوك، هذا ممكن اللي قدام عنده انترنال بليدنج. اذا لقفت عنده ساين مال انترنال بليدنج اللي هي شوك انكونشس، هذا لازم راسا تدزه اكسبلوريشن. اكسبلوريشن يعني سيرجري، يعني افتح وشوف وصلح البروبلم. لكن ارجع واقول معظم الحالات يتم علاجها كونسرفاتيف، لانه قليل ما نصير عنده فيزل انجري بالبلانت. لكن 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 هذا النوع الاول اللي هو البلانت تروما. لكن اللي جايك خطيه هذا احمد سكينه او طلقه ووصلت للكدني، هذا برايك تنتظر انه يتعالج كونسرفاتيف يتعالج وحده وتظل تطيب بس اي في فلويد؟ لا، اوف كورس هذا لازم سيرجري، اوف كورس هذا لازم اكسبلوريشن. كلمه اكسبلوريشن هسه شلون جماعه الانستغرام يسموه اكسبلور، اكسبلور انه انت تطلع لك فيديوهات بالاكسبلور، يعني تطلع لك عشوائيا مو صحيح وتظل تقلب، هاي هي الفكره. اكسبلوريشن سيرجري يعني المريضه دخلت بعمليه وافتح واصلح شكو بروبلم، يقول لك يعني دوار العمليه هي تشخيصيه هي علاجيه، يقول لك افتح ونشخص ونشوف، نشوف شكو شنو بروبلم ونصلحها بدربنا، هاي هي الفكره. بالإضافة إلى النقطة الثالثة علاج الكومبليكيشن اللي عنده انفكشن ستون إلى آخره. إذا اختصرت لكم إياها بكونسيرفاتيف أو سيرجري، كونسيرفاتيف أكثر شيء وين نلجأ له؟ بالبلانت تروما، إلا إذا ما استجاب أو جايك شوك أو كذا لازم سيرجري. لكن البينتريتينج فهو لازم سيرجري، البينتريتينج هو لازم سيرجري. هذا بالنسبة لنا اللي هو عندك علاج الرينال إنجري. أوكي إذا دن والحمد لله بالنسبة للرينال إنجري. الروح المن هنا، الروح اللي هو الانجري الاخرى اللي هو بالنسبه للانجري لليوريتر. اذا انضرب الحالب، الحالب هنا اذا انضرب ايضا الى اسبابه. السبب الاول انه يكون اكسترنال تروما، السبب الاول انه شنو ممكن ان يكون بلا زحمه اكسترنال تروما يعني ضربه خارجيه بينتريتنج او ديسيليريشن. والسبب الثاني هو اياتروجينيك، يعني احنا ضربناه بالخطا اثناء عمليه او من دخلنا منظار اندوسكوب. اللي شويه عنده فت فكره بالاناتومي او على الاقل شايف حالب بصوره راح يقدر يقول من اسئله يابا يا فلان يا احمد يا علي يا محمد يا زينب شنو ممكن السبب الاكثر شيوعا لليوريترال انجري؟ راح تقول لي اياتروجينيك. ليش اياتروجينيك؟ لانه الحالب هو عباره عن انبوب ضيق موجود بالابدومن. هذا هسه الانبوب، هذا مثل ما تشوفون الانبوب، هذا نانا مثل ما تشوفون الانبوب. برايكم هذا معقوله ينضرب بحادث؟ لا، يعني الحادث التروما البينتريتنج تروما والبلانت تروما والديسيليريشن انجري قليل ما انه يسبب انجري لليوريتر، لانه هو مو اورجان، هو عباره عن يعني تيوب، هو عباره عن تيوب، فقليل ما انه يصير عنده تروما يعني اكسترنال تروما. لكن اكثر شيء احنا ينضرب بسبب عمليه open surgery او endoscope، وهاي راح اعطيكم اياها نوت تيجي بالام سي كيو. شنو يعني open surgery او endoscope؟ انت تعرف اللي هو الحالب يكون قريب على ما يسمى بشرايين الرحم اللي هي اليوتراين arteries، قريب عليها close relationship ماخذيه بالاناتومي. لذلك ممكن اثناء ازالة الرحم، اثناء ازالة الرحم لازم ايضا نشيل ويالي واليوتراين arteries، فمن الداخلنا ويا اليوتراين ارتريز انضرب الحالب، صار هنا يوريتريك انجري. او ممكن نفسه ابو البوليه اللي هو اليورولوجيست، اليوروسيرجيان، هذا نفسه كان يشتغل على الحالب عمليه مثلا مال ستركتشر او عمليه مال انومالي
أو عملية مال ستون مال حصوة وضرب الحالب بالخطأ، فهي هاي يسموها اياتروجينيك. اياتروجينيك يعني بسببنا، يعني بسببنا، بس مو بسببنا انه بمعنى خطأ، لا لا، هاي ممكن اسباب اخرى، ممكن هي العملية معقدة مثل ازالة الرحم، وممكن لو اكسبيرينس، لو اكسبيرينس. المهم الفكرة انه باي اور سيلف، فهاي هي من نقصد اياتروجينيك. اياتروجينيك يعني سبب الضربة مو خارجية. وصلت الفكرة أو لا؟ وصلت الفكرة. تدرون هاي ليش مهمة؟ هاي مهمة لأن إحنا جانا كيس السنة وإحنا سادس، جانا كيس وحدة سوت هيستركتومي وجتعتها كيتو 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 كيت، رأساً إحنا ربطنا هذا يوريترال إنجري، فشوف الكوز يخلي لك هي. فأكثر شيء بالإياتروجينك يا أوبن سيرجري، أوبن سيرجري جماعة الهيستركتومي والعمليات النسائية، وممكن مثلاً الإندوسكوب. وضحت الفكرة؟ طيب الباثولوجي والباثوجينيسيس هاي نا شغلات بسيطة. تقول لي محمد يعني إذا انضرب الحالب شنو ممكن انضرب الحالب؟ بالله يعني وضح لي يعني شنو ممكن انضرب؟ انضرب أنا أقول لك أنواع الإنجري، ممكن كات انقطع، ممكن ليجيتد انعقد، ممكن كراشت تشقق نوعا ما، ممكن انسد، وممكن صار بيرفوريتد. بيرفوريتد يعني انثقب، لكن إذا انقطع بالكامل فيسموه كات. هاي أنواع اليوريترال إنجري. وصلت الفكرة لو لا؟ هاي هنا أنا صورة عن اللي هو اليوريترال إنجري، شوف إنجري أثناء الهيستركتومي. زين، هسه هنا الكلينيكال فيتشرز أريد الكل يمخمخ وياه. أوكي، بين، ألم، فيفر، نوزيا وفوميتينج، هاي علامات عادية. تجي للعلامة الجدا مهمة، بوست أوب يعني بوست أوبيراتيف، هاي مال المصطلحات يعني بعد العملية. بعد العملية تجي أنيوريا. أنيوريا شنو أريو أنيوريا؟ decrease باليورين أوتبوت، decrease باليورين أوتبوت. شوف أنا كلن راح أربط لكم إياه يعني. إذن ممكن تجي كيس تقول عتها نقصان بالإدرار، أوكي. بعد شنو بالإستري ممكن؟ bleeding. النقطة الثانية أقول لك بالسونار راح تشوف hydronephrosis، أوكي. وممكن ايضا هاي النقطه الرابعه كلش مهمه، النقطه الثالثه يقول لك انه تنطيها اي في فلويد وما تتحسن، يسموها فلويد تشالنج تيست. النقطه الرابعه يقول لك بوست اوب ووتري ديسشارج فروم ووند او الفاجينا. شنو هاي؟ هسه راح اجربط لكم اياها. يابا وحده اسمها ليلى، يابا ايش بيها هاي ليلى؟ ليلى جتك انت جراح بوليه، دكتور انا قبل فتره سويت عمليه مال، قبل كم يوم سويت عمليه مال ازاله رحم، سويت هيستركتومي، اوكي هسه ايش بيك؟ دكتور من العمليه لسه يا دوب اطلع لي ادرار، يا دوب اقطر. اذا عندها نقصان بالادرار ما بعد العمليه فيسموه بوست اوب انيوريا. زين عندك الم؟ اي والله الم مكان العمليه. وغثيان تقيؤ؟ اي والله دكتور لحد هسه غثيان وتقيؤ. شيكت اليوريا والكرياتينين، ما سويت لها تحليل دم، ايش لقيت عندها؟ لقيت عندها ارتفاع باليوريا وبالكرياتينين باعتبار الادرار ما جاي يطلع، والادرار باليوريا وبالكرياتينين ماده سامه، فراح تضطر تتراكم بالدم، فتلقى اليوريا والكرياتينين الليفيتد، هو هذا يسموه شت داون، يعني الكلى عطلت لان الادرار ما جاي يطلع. هاي هي الفكره. بعد من ضمن الهيستوري اكو برزنتيشن كلش مهم اللي هو هذا اشرت لكم اياه بالنقطه الرابعه. هاي ليلى اجت بعد العملية مال إزالة الرحم، دكتور اكو سائل جاي يطلع من الفتحة مال الجراح مال العملية او من المهبل. شنو هاي السائل الجاي يطلع؟ تقول والله دكتور سائل كنا ماي. هنا أنا ابو جراح البولية يقول هاي مسوي عملية مال إزالة الرحم وجاي عندها ووتري ديسشارج من الووند او من الفجاينة، انا خلي ببالي انه هذا ممكن الديسشارج مال انفكشن، ممكن هذا سائل مال انفكشن مال التهاب، وممكن لا انه صارعتها هنا انه معناته الحالب انضرب وهذا اللي جاي يطلع هو ادرار. شلون تتاكد؟ يقول لك نقطتين. النقطه الاولى هذا السائل اللي جاي يطلع من الووند او من الفجاينة مالتها دزه مال يوريا وكرياتينين، اذا تلقى باليوريا والكرياتينين مرتفعين بهذا السائل يعني هذا يورين، هذا ادرار. الشغله الثانيه ننطي البيشنت انديغو كارمين او فينيسوبريدين، هذا عباره عن دراج تسوي صبغه للادرار. فمن تنطى هاي ليلى تنطى واحد من هذول الدراجز وتجي تشوف السائل اللي جاي يطلع من جرحها او جاي يطلع من المهبل تغير اللون، بالتالي اذا تاكدنا انه هذا يورين. شوف البرزنتيشن شلون ربطناه وصار حلو. اذا ممكن تجيك هيك، ممكن تجيك هيك، وممكن حتى اثنينهن
تشكي من سائل يطلع من الووند او من الفجاينة، وبالاضافه الى نوعتها انيوريا. شوف انا ركزت لكم على العلامات والاعراض الاساسيه، تبقى ممكن الم، فيفر، سخونه، نوزيا اند فوميتنج، تنطيها اي في فلويد والخطيه ما جاي تتحسن. يعني شنو ما جاي تتحسن؟ المفروض ان البيشنت من انطيه اي في فلويد اراقب اليورين اوتبوت راح يطلع، لكن المشكله هاي المريضه جاي انطيها مغذيات ويورين ما جاي يطلع، هذا الفلويد تشالنج تيست. بالانفستيجيشن من راح تطلب يوريا وكرياتينين تلقاهم مرتفعين، يعني كلها عطلت، رينال شت داون. ومن تسوي سونار تلقى هايدرونفروسس، هايدرونفروسس انه اللارجمنت اوف ذا كيدني بسبب امتلاءها باليورين، فبالسونار راح تشوف الكلى من نفخه لانه ملت بالادرار. هيك الكلينيكال برزنتيشن صار جدا واضح هسه عندكم. طيب السي تي سكان، هذا السبايرال سي تي، نحكي على الانفستيجيشن اوكي اللي هو الجولد ستاندرد. نرجع السنانة بالنسبة للراديولوجي. راديولوجي يعني شنو ممكن انفستيجيشن راح تطلبها؟ هاي انت سريريا من هسه خوب من سولفت لكم الكلينيكال فيتشر صارت واضحة. هاي ليلى اللي تشكي من جرحها وعتها نقصان بالادرار بعد العملية، وهي عملية مال هيستركتومي مال نسائية او اي عملية متعلقة بالرحم، انت انا كجراح بولية شكيت انه هاي دكتورة ممكن سببت انجري لليوريتر، فلذلك ايش تطلب؟ تطلب انترافينوس بايلوغرافي اللي شفناه بالرينال انجري، مو صحيح؟ ممكن انه تلقى الكونتراست ما واصل لليوريتر، فاليوريتر ما راح يبين ابيض. وبعد سونار، وات از ذا بينيفيت اوف الترا ساوند؟ بيش راح يفيدك السونار؟ مو قلنا راح تلقى هايدرونفروسس، راح تلقى الكلى من نفخه مملوءه بالادرار. وبالاضافه الى ريتروجريد بايلوغراف، هسه يجي واحد يقول لي شنو ريتروجريد بايلوغراف؟ ريتروجريد بايلوغراف، وكرر ريتروجريد بايلوغراف، انه نحقن البيشنت بكونتراست، لكن الكونتراست ما حيكون عن طريق الدم وانما عن طريق اليوريثرا. شوف هنا هاي الصوره، يحقنون المريض بكونتراست عن طريق اليوريثرا ويرجعون ياخذون هنا اكس راي فيتشر ويشوفون هاي هنا اكس راي. زين، هاي هي الفكره، فيسموه ريتروجريد يعني بالمقلوب. احنا عاده نحقن البيشنت بكونتراست حتى الكونتراست عن طريق الدم، وعن طريق الدم ينزل يروح للكلى ومن ثم لليوريثرا. اوكي، لا، هذا المريض راح نحقنه بكونتراست عن طريق اليوريثرا ونطلب له اكس راي، فمن نطلب له اكس راي راح نشوف اليورينري تراكت المفروض كله يبين ابيض. هاي الفكره، انا ما اريد ادوقكم زايده بالاشعه لان تاخذوها بالخامس، بس انا شرحت لكم هاي حتى من تقرون المصطلح تعرفون شنو اللي جاي يصير بهذا المصطلح. هذا هو الريتروجريد بايلوغرافي. اذا هسه عرفنا سريريا وبالانفستيجيشن شلون اشخص اليوريترال انجري، وما ننسى الجولد ستاندرد اللي راح ياكد لك اللي هو عندك السبايرال سي تي. سبايرال سي تي اللي هو ندخل المريض بشون نقول بالمفراز وداير مدايره مثل الحلزون، داير مدايره مثل الحلزون، بحيث هذا السبايرال سي تي ميزته انه حتى التيومر يلقفه، حتى السمول تيومر يلقفها، يعني الاخطاء نسبته مال المس قليله. هاي هي الفكره. زين، شنو ممكن كومبليكيشن؟ كومبليكيشن الحالب من ينضرب، مو يطلع الادرار خارج الحالب، وبهالحاله الادرار طلع خارج الجهاز البولي. تدرون هاي النقطه كلش مهمه؟ هاي انا اصلا غايتي بعلاج اليوريتر عمود هاي السالفه. اليوريتر من يطلع الادرار خارج اليوريتر وبهاي الحاله يدخل بالابدومينال كافيتي. هسه يجي واحد يقول محمد وين دخل الادرار بالابدومينال كافيتي؟ مو يسبب سبسس، التهابات، تجيك سبتك شوك، لانه يعتبر سائل سام. هاي الفكره، يصير ابسس، يصير بايلونفرايتس، هايدرونفروسس. هاي الفكره. من نجي هنا اللي هو عندك بالنسبه للتريتمنت، العلاج، علاج اليوريترال انجري هو دائما 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 سيرجري، دائما سيرجري. طبعا دكاترتنا قالوا لا تركزون على اسماء العمليات لانه هي اساسا معقده، قالوا بس ركزوا لي على التايم اوف انترفنشن، ان ايش وقت انت تقدر تتدخل باليوريترال انجري. اليوريترال انجري ممكن تتدخل به immediately. هسه يجي واحد يقول لي شنو يعني immediately؟ يعني انا اقول لك انت ممكن دكتور وانتبهت انت اثناء عمليتك انه انت ضربت الرين اليوريتر، بهاي الحاله انت انتبهت له فورا وراح تصلحه فورا، فيسموه immediate management. ممكن جايك هاي خطيه ليلى، جايتك مسوي عمليه مال الرحم صار لها 7 ايام الى 10 وقررت تسوي لها عمليه، اذا 7 to 10 days. وممكن لا، اكثر من 10 ايام يلا تجيك يوريترال انجري، اذا هاي ليتر. بكل الحالات من يجي بالام سي كيو ماكو شيء اسمه كونسرفاتيف مثل الكلى، ماكو شيء اسمه كونسرفاتيف، لازم 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 سيرجري. فبالنسبه للمانجمنت مال اليوريترال انجري هو سيرجري.
إلى هنا وانتهت من أهم المحاضرات، وحتى إن شاء الله الجزء الآخر التكملة مع اليورينري تراكت إنجري، لأنه هو موضوع جدا جدا مهم. شكرا لاستماعكم، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى المفروض من أشرح منه وجاي بالمحاضرة الثانية، المفروض التقارير الأولى حتى تفرزن وياي، بحيث من أقول لك هاي النقطة شرحناها بالسابق راح تقولي والله وصحيح، اللي يقرأ وياي يوم بيومه راح يضبط الأمور. موفقين جميعاً.